في يوم من الأيام كان هناك صبي صغير يعيش مع والده في قرية. قام والد الصبي بزراعة شجرة بالقرب من منزلهم، وكان والد الصبي يسقي الشجرة كل يوم، بينما كان الصبي يراقب بصمت. في أحد الأيام سأل الصبي والده عن سبب قيامه بزرع الشجرة، فأخبره والده أن الأشجار مثل الأطفال، وأنه في البداية عليك أن تسقيها وتغذيها، وعندما تكبر بشكل صحيح يمكنك الجلوس تحت ظلها وهي تغذيك. بعد ذلك كبرت الشجرة بشكل كبير وقوي وازدهرت أكثر. شعرت الشجرة بارتياح كبير في القيام بواجباتها اليومية. كل يوم كانت الشجرة تنشر أغصانها مثل أذرعها حتى تتمكن الطيور المتعبة من الجلوس وأخذ قسط من الراحة أثناء رحلتها. فقد نمت بكثرة، وأوراقها الكثيفة كانت تريح الحيوانات والبشر من حرارة الشمس، وأنبتت أيضا ثمارا سقطت وأشبعت جوع الكائنات، كما كانت لها زهور جميلة تهدئ عقول وقلوب الناظرين. جذورها تتعمق وساعدت في تجفيف المياه والأرض العطشة، وامتصت الكربون الموجود في الهواء، وعادت سعيدة في الهواء النقي إلى الخليقة. عاشت الشجرة حياة سعيدة وراضية للغاية. مرت سنوات ولم تترك الشجرة يوما ضائعا لخدمة الكوكب. لقد فقدت نفسها في خدمة واجبها. لقد خدمت وخدمت وساعدت وساعدت وأعطت ووقفت منتصبة بصمت، ولا تسعى للحصول على أي شيء من العالم، ولا تتذكر كل ما تفعله من أجل العالم، ولا حتى للحظة واحدة من التفكير في أن العالم طلب شيئا في المقابل، ولم يكن لدى الشجرة أي غرور لطلب أي شيء مقابل أولئك الذين خدمتهم. بهذه الطبيعة المتمثلة في عطاء الشجرة كبرت الشجرة وأصبحت تعرف باسم شجرة العطاء. وفي الوقت نفسه وفي هذه الأثناء نشأ الشاب في عملية تفكير مختلفة، حيث نشأ كباحث على عكس الشجرة التي نماها والده تماما والتي كانت معطاءة. الشاب كان رجلا أنانيا جشعا، وكانت رغباته لا تنتهي أبدا. عندما لا يمكن تحقيق رغباته كان الشاب غاضبا ومنزعجا من التقاط الأشياء ورميها، وكلما تحققت رغباته كان لديه على الفور مجموعة أخرى من الرغبات. وبهذه الطريقة عاش الشاب تعيسا ويسعى إلى أن يكون جشعا ولم يتحقق على الإطلاق، وكان عالقا في دائرة الرغبات المؤذية التي عندما لا تتحقق دائما تؤدي إلى الغضب، وعندما تتحقق تؤدي إلى رغبات جديدة وهي دورة نموذجية من الرغبة. بسبب طبيعة الشاب الغاضبة فقد تخلى عنه أصدقاؤه وزوجته وأطفاله، وفي النهاية ترك قريته وأصبح وحيدا تماما وأصبح بلا مأوى. وشعر أنه طوال حياته كان يعمل ويعيش من أجل عائلته وأصدقائه وجيرانه ومجتمعه، واليوم تم التخلي عنه وتركه وحيدا من قبل الجميع. دخل في حالة من الشفقة على الذات وابتلعته مشاعر إيذاء الذات، وعاش حياته يلعن العالم،
ينادي بصوت عال أن العالم استخدمه، وكان يتجول في القرية كالمجنون ويصرخ بصوت عال: لقد تخلى عني العالم واستخدمني. وفي النهاية جلس تحت ظل الشجرة التي غرسها والده. الشجرة كعادتها كانت تغني وفرحة في خدمتها اليومية للعالم، والطيور على أغصانها تأكل ثمارها وتستمتع بظلها. لقد فقدت الشجرة نفسها في متعة خدمة العالم. فجأة انقطعت الشجرة عن التأمل وعن واجباتها على يد الشاب الذي كان يجلس على جذعها ويبكي. سألت شجرة العطاء الشاب عندما رأته يبكي: ماذا حدث؟ أجاب الشاب: هذا العالم استخدمني، لقد استخدمني الجميع، لقد جئت للتو إلى هذا العالم لاستخدامي. كان هنالك طائر يشاهد المشهد كاملا من بعيد على جبله، وبدأ يضحك بصوت عال وهو يمسك بطنه، وطلب من الأرنب أن ينظر إلى المشهد وهو يشير إلى الشجرة. الأرنب ينظر إليهم وقال للطائر: هذه هي سخرية الحياة، حيث أن الإنسان فقد نفسه في حزن الوجود فقط لأنه يريد ويريد، فيشعر الإنسان بالثقل فيعاني ويتألم ويموت وهو يشتهي. الآخر وهو أن الشجرة قد فقدت نفسها في العطاء والعطاء، تلك الشجرة سوف تزدهر أكثر وتشعر بالنور وسترتفع وترتفع للأعلى، كلاهما زرعهما نفس الرجل، ولكن كلاهما سلكا طرقا مختلفة. كلاهما استخدمهما العالم، نحن جميعا هنا ليستخدمنا العالم، وإنه لأمر رائع أن يستخدمنا الوجود. ثم اعتزل الأرنب والطائر في أكواخهم لإعداد كوب من الشاي. كان هذا قصة تحفيزية لك لتدرك أهمية وجودك على هذا الكوكب. شكرا على المشاهدة.